بعد 7 أيام من المعارك الطاحنة بين ميليشيا حزب الله اللبناني وهيئة تحرير الشام، توصل الجانبان إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بينهما، خصوصا أن المواجهات أدت إلى مقتل وجرح العشرات بين الطرفين، فضلا عن تغييرها لمعالم خريطة الانتشار العسكري في المنطقة. وقف الاقتتال رافقته شروط تقضي بخروج مقاتلي هيئة تحرير الشام وعلى رأسهم أمير الهيئة في القلمون الغربي أبو مالك التلي من وادي حميد، وهو المكان الذي تركزوا فيه بعدما كانوا ينتشرون بين جرود فليطة وعرسال. واستكمالا لذلك عليهم التوجه بأسلحتهم الفردية إلى محافظة إدلب شمال سوريا، بينما تصادر ميليشيا حزب الله الأسلحة الثقيلة التي تعود للهيئة. شرط آخر لإتمام الاتفاق ألا وهو المتعلق بإطلاق هيئة تحرير الشام لخمسة أسرى لديها تابعين لميليشيا حزب الله، حيث كانت الهيئة قد أسرتهم قبل نحو 2 عامين أثناء مشاركتهم في القتال إلى جانب قوات الأسد في ريف حلب. وحول عملية خروج مقاتلي الهيئة إلى إدلب، أشارت مصادر لبنانية إلى أن الجيش اللبناني هو من سيتولى تأمين عبور مقاتلي الهيئة وعائلاتهم إلى إدلب السورية، على أن تتولى ميليشيا حزب الله تأمين طريقهم للوصول إلى منطقة قلعة المضيق في ريف حماة. بخروج هيئة تحرير الشام من منطقة القلمون الغربي السورية، تكون المنطقة شبه خالية إلا من تنظيم الدولة، حيث تمتد منطقة انتشار التنظيم من جرود بلدة قارة السورية إلى جبال رأس بعلبك اللبنانية، وهو ربما ما يفسر انتشار وحدات من الجيش اللبناني في تلك المنطقة الذي سيقود المعركة وحيدا ضد تنظيم الدولة دون مشاركة ميليشيا حزب الله، وهو ما اعتبره البعض انعكاسا للرسائل الأمريكية التي وجهها ترامب للجيش اللبناني من البيت الأبيض أثناء زيارة رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري إلى واشنطن. I'm not a fan of Assad. Okay?